هذا المقطع راح يكون أول مقطع فلوق في تاريخ القناة من بعد كل المقاطع والتحديات والسلسلات والأشياء اللي سويتها المجنونة، وراح ناخذ أغلى شيء عند زغر. طيب يا شباب، فلوق جديد، يوم جديد، الحين رايحين نستلم فنوصل ونرجع لكم. ألو، حاول خلينا نسوي مكالمات. اتصل على زغلول. وين البيت أصلا؟ يا زغلول هنا صح؟ والله ما ادري. حلو شباب. مش راضي يرد. طبعا احنا متكين هنا، والله جو خرافيه. الو، انا وصلت يا زغلول، وينك؟ اتوقع هذا بيته والله. طيب ما عليك مع التصوير، بس عشان انا افضح كذا نصور بالسماء. وينك يا زغلول؟ هذاك بيته صح؟ ثواني نيجي. طيب وصلنا. السلام عليكم. كيف الحال؟ هلا وسهلا. هلا والله. هلا يا فيه. كيف الحال؟ هلا والله الحمد لله. هلا. ابغى اسالك سؤال. اه، انت تعرف هذا الخرافي من وين جبته؟ كيف بالله عليك؟ والله خرافي. اسطوري صح؟ والله اسمع، 10 من 10. السؤال اللي كل الناس سالوه. منافس اديداس. اديداس مين يا رجال؟ انت ولا شيء جنبك هم. بالضبط. متى حتبيع؟ ايه؟ متى حتشتري الناس تشتريه؟ والله اسمع، في ناس كثير جد طلبون. طيب من جد؟ ايوه، حتى انا ابغى. بس انا المشكله بدي احاول اخلي سعر التوصيل يكون مناسب. انا لحد الان ما بعته لانه سعر التوصيل غالي. بل فاهم علي؟ فبدي احاول اوفر على المتابعين واجيب لهم فلوس بارخص ما يمكن. عندي فكره، ليش ما تسوي مقطع باليوتيوب تحط 20 وحده للبيع؟ 20 وحده للبيع. اوكي، وانت توصلهم. او 10 يعني عشان البنزين. صح، نوفر 10. والله افتح بسطه. طيب وخلي الناس يجيك. خلي الناس يجيك وسط البلد. بس انا المشكله كل المقاسات اللي عندي ميديوم. طب عادي، الناس عادي، بيع الميديوم. ابيع الميديوم. بيع الميديوم، بعدين بالميديوم بتسوي لارج سمول. والله فكره اسطوريه يا ولد. والله عندك قلت لك ما شاء الله شغال، حنصبح مليونيرين. اوكي، هذا يا جماعه نهوس من ناجي القاق. هوسته بقصة مليونير. زلمة صار بده يبيع بلايزي. طيب اول شيء منور اخوي يا حبيب. والله اهلا وسهلا فيك، يسعد لي اياك. تمام، شوف انا بدي اعطيك هديه من عندي. جفت ايش هديه؟ اوكي، خلي الكاميرا معك. اوكي انت حبيت التيشيرت صح؟ ايوه انا يا ولد، والله خرافي. اوكي، احنا هلا معلم داخلين على فصل الشتاء صح؟ طول ايش راح يسوي؟ دقيقة ايش الهدية؟ اكتب ايش تتوقع الهدية؟ نيس شغلي اغنية المرجيحة. لك من المرجيحة حلوة قوي ومريحة. انا خايف اقرب منك لا تيجي طنط مديحة. طيب شباب، شكرا لكم على المشاهدة، انسوا اللايك والاشتراك عشان نوصل 100,000 مشترك، وقاعدين نسوي لكم فلوقات، حبينا نغير اجواء. واول فلوق مع زغلول زي ما شفتوا راح يجيب لي هدية. قال شتاء. جا دي جاني واحد مصطوب على البيت. اوكي الله جاي، احذروا ليش هيو قاعد عم بصور فلوج. جاي اخذ ايش تبغى؟ شوف اخوي، شوف بما انه احنا داخلين على فصل الشتاء. شتاء اوكي. برد يعني اكيد. زغلول شتوي. لا هاي جديد هاي لسه ما نزلت على الساحه، يعني اكسكلوسيف ليلك. كيف ديم شباب؟ اول واحد ياخذها. قيسه. طيب دقيقه طبعا البوكسينج حق التيشيرت. شوف التيشيرت اول شيء زغلول. بالعكس، اول شيء خلينا نشوف الكواليتي. فحص الكواليتي. شوف الكواليتي. لا شوف هودي. لا هودي ولا بنلعب معلم. شم الريحة. شم ريحة أصلي. أصلي. خلينا طالع من الكيس يا جماعة. والله ما لبسته. والله خلينا نلبسها. بسم الله. بعد هذه البلوزة بس دخلت العالمية معلم. خلاص دخلت العالمية. أديداس، نايكي، ولا شيء جنب هذه. بدل زغلول سبونسر بقناتك. يو أحلى سبونسر. شباب الرابط تحت اللي يبغى يشتري. لا بس والله قوية. شو رأيك بالبلوزة؟ إذا مو أحلى بلوزة لبستها بحياتي أنا ما بفهم. يعني شوف يا حبيبي، شوف كيف؟ بالله عليك كيف الكواليتي؟ والله إنها خرافية أسطورية. يعني ولا شيء جنب الماركات الثانية. يا رجال أنا حمشي وأنا ماشي كذا بس ولعت كذا يا حبيبي.
جماعة سامحوني انه انا قاعد عم بختفي كثير، اوكي، بس صدقا انا تعبان. يعني امبارح رحت على الاجتماع رجعت نمت، صحيت لقيت هذا المصطوب قدامي، اوكي، وكثير غريب انه انا اقعد وشايف وجهي. معاك 30 ثانية، اوكي، تكتب لي السلام عليكم. يلا. وين اللام؟ حلو، يلا يا كبير. والله جد الجيل الجديد بعرفش يكتب التلفونات القديمة. اوكي، ضل 6 ثواني. لا، 27 28 29 30. اكتب السلام عليكم. ما كملتها. ايش هذا يا زلمه؟ مانيش داخل السين، لا انا بجرب سكه جديده، فبهبل في المزيكا، فانت هبت منك سيكا في ماضي شيحاها. والله خرافيه، والله يعطيك العافيه، شكرا عليها. والله ديم، والله من جد خرافيه. يعني برايك ابيعها؟ والله بيع. انا بقول لك، انا ليش دقيت مشوار من اخر العالم عشان اجي البسها؟ زين اقول لك ما تبغى؟ والله انها حلوه. حلو صح يا عم. حكمل اقول لكم، حكمل الفلوك فيها وحطلع بالناس. والله اقسم بالله، والله انك سفاح يا زلمه. حطلع الناس بالشارع، واي واحد يسالني اقول له يروح يشتريها. تعرف ناجي طلب مني بلوزه، ايوه، بس المشكله تعبت وانا الاقي مقاسه. والله كم مقاسه؟ مش بعرف. 7000 اكس، سبع، اول مره اشوف اكس انليميتد. والله لازم ما هتلاقي. ما هتلاقي. حتى احمد ابو الرب يقول لي بالله عليك بدي بلوزه. قلت له ايش يعني؟ تعبت. تعبت. يعني اسمع، سوي ميديوم سمول ولارج بس. طب ايش والشباب؟ حرام. طيب شباب اكس واطلع. في تريبل اكس؟ لا، في مليان، بس انا مش قادر الاقي يا زغلول. بس ان شاء الله بوعدكم يا جماعه، اوكي، اني حاعمل كل المقاسات فري سايز. كل الناس تشوفهم لابسين زغلول. طيب سؤال، سؤالين، اذا لقيت واحد لابس زغلول بالشارع ايش حتسوي معه؟ والله يخف عقلي. والله يخف عقلي، اقول له ما صاح انت يا زلمه. طيب حتعطيهم حاجه عشان تحمس يشتروا؟ والله بعطيهم. خليها هديه، خليها مفاجاه. يعني اللي بيشتري بلوزه زغلول راح ياخذ هديه شفته بالشارع. مش ايفون يعني. انا اخر فيديو اهديت متابع سوبر ماريو. صح، بدنا نروق باذن الله. باذن الله. شكرا حبيبي. المقطع الجاي راح اوري الناس اقوى براند في العالم، وطبعا كلنا نعرف ايش راح يكون البراند، فاكتبوا لي افكار او اقترحوا لي اي افكار تبغون اسويها في المقطع الجاي، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، وشكرا لكم على المشاهده، والمقطع الجاي راح يكون ناري خرافي. السلام عليكم.